يستخدم اختبار الأجسام المضادة من إنوفا لكوفيد 19 للكشف عن وجود بروتين سارس كوف 2 من خلال جمع عينات مسحة من الأنف أو الحلق. يمكن استخدام الاختبار بسهولة بدون الحاجة إلى معدات إضافية. كل ما يتطلبه الأمر هو 20 دقيقة لتشخيص الشخص المصاب بدقة. قبل إجراء الاختبار، تعرف على مكونات الاختبار. ستتضمن كل عدة اختبار كتيب التعليمات وشريحة اختبار ومسحة تجميع العينة وأنبوب استخراج وغطاء وزجاجة محلول الاختبار. تأكد من وجود جميع العناصر. ابدأ بقراءة كتيب التعليمات بحرص. تأكد من نظافة أنبوب الاستخراج. ضع 6 قطرات من المحلول في أنبوب الاستخراج. 1 2 3 4 5 6. قم بإزالة مسحة الاستخراج من عبوتها مع الحرص على عدم لمس رأس الماسحة بإصبعك أو بأي سطح آخر. قم بإدخال الماسحة في حوالي بوصة واحدة في فتحة الأنف وقم بتدويرها حتى تكمل 10 دوائر كاملة حول الجزء الداخلي من فتحة الأنف. كرر العملية في فتحة الأنف الأخرى. تأكد أنك قمت بمسح كلا من فتحتي الأنف جيدا. بعد جمع العينة، أغمر المسحة بالكامل في السائل المخزن في أنبوب الاستخراج وقم بتدويرها لمدة 15 ثانية على الأقل. أثناء إزالة المسحة، اضغط على جوانب الأنبوب لإزالة أكبر قدر ممكن من السائل. قم بتثبيت غطاء الفوهة على أنبوب الاستخراج عن طريق دفعه للداخل. استخدم الاختبار فور إزالته من الحقيبة مع الحرص على عدم لمس حقل النتيجة. ضع قطرتين في مكان العينة في شريحة الاختبار. تأكد من وضع القطرات في مكان العينة وليس حقل النتيجة. يمكن قراءة نتائج العينة بعد 20 دقيقة فقط، ويجب قراءتها في موعد لا يتجاوز 30 دقيقة بعد إضافة العينة. إذا ظهر خطان أفقيان في كل من منطقتي C و T تكون النتيجة إيجابية. حتى إذا كان الخط T باهتا فلا يزال يجب تفسيره على أنه نتيجة إيجابية. إذا ظهر في الاختبار الخط C فإن النتيجة تكون سلبية. يشير خط التحقق من فعالية الاختبار إلى نتيجة صحيحة ويجب أن يكون موجودا دائما. إذا لم يكن الأمر كذلك فإن الاختبار غير صالح. كرر الاختبار باستخدام حافظة اختبار جديدة.